الوطنيه القدراويه او المكتب الوطني لشبيبه العداله والتنميه. تاتي هذه المسيره الشعبيه التي تجمع كل اطياف الشعب المغربي في الذكرى الاولى لمعركه طوفان الاقصى المباركه. هذه المعركه التي غيرت موازين التفكير في العالم. هذه المعركه التي اثبتت ان الشعب الفلسطيني وان الشعوب العربيه والاسلاميه قادره على المقاومه، وان هذا الكيان الصهيوني هو كيان مغتصب لارض فلسطين، وكيان مجرم متعطش للدماء. مر عام من الإبادة الشعبية التي يتعرض لها إخواننا في فلسطين، مر عام من التدمير، عام من التخريب، من تخريب البنى التحتية، من تخريب البنى التعليمية، مر عام اتضح فيه بشكل لا يدعو إلى الشك مدى عجز المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن اللي أصبحت منحازة بشكل واضح لما يقوم به الاحتلال الصهيوني من جرائم حرب، ومحكمة العدل الدولية العاجزة عن إيقاف هذا المجرم الذي يترأس وزارة الكيان الصهيوني على رأس حكومة الكيان الصهيوني، رجل متعطش للدماء، مجرم حرب، ومحكمة العدل الدولية غير قادرة على إيقافه. وهنا الشعب المغربي يخرج كما خرج منذ عدة مرات، مسيرة لم تنقطع منذ عام، تنديدا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ودعما للشعب الفلسطيني في نضاله ومقاومته ضد هذا الاحتلال.